الجنة وما أدراك ما الجنة، مكان يختلف عن باقي الأمكنة، وزمان ليس كباقي الأزمنة. فهناك سعادة ليس بعدها شقاء، وحياة ليس بعدها ممات، حيث يتم تحقيق الأمنيات بلا انتظار، فلقاء الأحبة من غير فراق، وباستطاعتك ترى وجوها تمنيت لو أن تراهم بالدنيا، طالما سمعت عنهم أو قرأت سيرهم ولم يكتب لك أن تراهم بالدنيا. فحياتك هنا تختلف عن حياتك بالدنيا حتى تشعر بالفرق، فلا وجود للهم ولا للفقر ولا للحزن ولا للأمراض، لا مكان للذل ولا للقهر ولا للحسرة، ولا ترى للحقد والحسد والضغينة، لا ملل، فهواؤها العليل يداعب وجنتيك. ليس بحار فتتعرق، وليس ببارد فترتجف، تمشي على ترابها من الزعفران رائحته كرائحة المسك، وتتنقل ما بين أنهارها، فأنهارها ليس كالمعتاد، ما بين نهر يدهشك صفاء بياضه، ونهر عسل يعجبك حلاوته، ونهر خمر لا تسكر من شربه. وأجمل جمال الجنة رؤية نور الله، تتمعن بنوره الكريم الذي أكرم عباده بتنويع العبادات، فمن أيسرها وأسهلها يكون سببا لدخولك ذلك العال، فمن تسبيح واستغفار رزقك الله من أشجارها، ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله رزقك من كنوزها. وأقول كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تحرم نفسك من أعمال الخير حتى يأتي ذلك اليوم لتكون من المبشرين. رزقنا الله وإياكم. لتغدو افتنانا سيني نجتهاد، آيا فرحة عرسها يزدهر، فأزهار كونه